الفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضى؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدائم الكحيل، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية. طبعا الكثير والكثير من الرجال يتضررون للذهاب للأسواق أو ما يسمونه الشوبينج، يعني سواء مع أولادهم أو مع النساء، إلا أن النساء تفضل هذا النشاط أو هذه الظاهرة. فما رأي العلم في هذه الظاهرة دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني الإنسان كما نقول دائما بحاجة إلى الحياة الاجتماعية، وبحاجة إلى أن يرى أشخاص جدد كل يوم. لماذا؟ لأن الإنسان بطبيعته خلق اجتماعيا، لم يخلق ليعيش وحيدا أو منعزلا. كل الدراسات تؤكد أن الإنسان الذي يتجنب الخروج ويجلس لفترة طويلة في منزله مثلا أو في بيت يصاب باكتئاب. وتجد أن النظام المناعي لديه غير نشط وضعيف. لماذا؟ لأنه لا يتحرك، لأن دائما الحركة والرياضة الخفيفة والمشي تعطي فوائد عظيمة للإنسان. الدراسة الحديثة الحقيقة هي دراسة ممتعة، يعني أجريت على أناس يمارسون التسوق في المولات أو الأسواق الكبيرة بشكل منتظم مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وأناس لا يمارسون هذه العادة نهائيا، يعني معظم وقته إما في العمل أو في البيت. ماذا وجدت؟ وجدت هذه الدراسة أن الذين يمارسون التسوق على سبيل المثال مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، فإن هذه العملية تؤدي إلى تنشيط النظام المناعي لديهم. لماذا؟ لأن عملية التسوق أولا أنت تتعرف على أشياء جديدة وترى أشياء جديدة باستمرار، ودماغك يعمل أيضا خلال عملية التسوق لاكتشاف بضاعة جديدة أسعار جديدة، وتمارس المشي أيضا وكنوع من التغيير. طبعا نوع من التغيير، وممارسة المشي أثناء التسوق له فوائد كبيرة جدا، أفضل من الجلوس في البيت. يعني أنت عندما تدخل إلى سوق كبير أو مول ربما تمشي لمدة ساعة أو ساعتين ولا تشعر بالوقت، فأنت تسير وتمشي وتتنقل وربما تصعد وتنزل. فكل هذا له فوائد كبيرة جدا على الإنسان. لذلك ينصح العلماء بضرورة المشي في الأسواق الكبيرة اليوم. دكتور، القرآن الكريم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل حسون على هذا السلوك من قبل؟ الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام كان إنسانا عاديا، بشر يأكل الطعام، كان يمشي في الأسواق، وليس في هذا غرابة. ولكن أولئك المشككين كفار قريش استغربوا هذا السلوك وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وطلبوا أن يلقى إليه كنز، طلبوا أن تنزل عليه ملائكة، طلبوا منه أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا، طلبوا منه أن يكون له قصور. ولكن الله سبحانه وتعالى قال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. هم نظروا إلى هذا النبي نظرتهم لملوكهم، لأنهم تعودوا أن الملك يجلس في عرش ولا يمشي في الأسواق ولا يمارس الاحتكاك مع الناس. وبالتالي فإن هذا النبي كسر هذه القاعدة وقال لهم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وفي هذه الآية أيضا إشارة
إلى أن المشي بالأسواق هو شيء مفيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مارسه، ولم يعني حتى الله تعالى لم ينهى النبي عن المشي في الأسواق، بالعكس تعتبر سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي سنة وهي رياضة ينصح بها العلم، وفيها إشارة قرآنية. سبحان الله، سبحان الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا دكتور عبد الدايم الكحيل على المعلومة الجميلة، بارك الله بكم وجزاكم كل خير، أهلا وسهلا. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوات، يا مبصر الأكوان الذكر خير لسان، جود من الرحمن فتح الهدى جنات.